بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من أهم الأسباب من وجهة نظري الشخصية لخسارة النادي الأهلي السنة اللي فاتت لعدد مش قليل من البطولات المهمة، زي بطولة أبطال أفريقيا، زي بطولة الدوري العام، زي كاس مصر، الإصابات. والحقيقة إن في عدد كبير من لاعيبة النادي الأهلي اتعوروا بإصابات طويلة في توقيتات مهمة جدا من الموسم، أثرت بالتأكيد على النادي الأهلي بشكل سلبي، وكانت من العوامل الأساسية لخسارته للبطولات دي. وعلى خلاف الحقيقة، انا متابع الكام يوم اللي فاتوا ان في كتير جدا بيرجعوا سبب الاصابات ديت لملعب مختار التتش، وناس كتير بتقول ان قضيه ملعب مختار التتش هي السبب الرئيسي في الاصابات اللي بيتعرض ليها نجوم النادي الاهلي. والناس اتكلمت وقالت ان مستر كولر المدير الفني الجديد عانى من القضيه وبيطلب ان هو ينقل تدريبات النادي الاهلي من على الملعب. والحقيقة ان الكلام دوت مش مظبوط، ومش مظبوط بس، لا ده مش مظبوط جدا كمان. ليه؟ لان احنا لو اتكلمنا على الاصابات اللي بيتعرض ليها لعيب الكورة، بنقول ان الاصابات ديت بتنقسم لتلات انواع: يا اما اصابات عضلية يعني في العضل، يا اما عظمية في العظم، يا اما في الاربطة والغضاريف، لا قدر الله رباط صليبي، غضروف، تمزق في اربطه الانكل او مفصل القدم من تحت. هي ديت معظم الاصابات اللي بتقعد فترات طويله. درسنا في البرو الدوره المتقدمه اللي خدناها الحمد لله تبع الاتحاد الدولي ان الملعب ممكن جدا يبقى سبب رئيسي من الاصابات، جزمه الكوره لعيب الكوره كمان سبب رئيسي، انما الاحمال التدريبيه اللي بيتعرض بيها اللاعب الغير منضبطة واللي مش مناسبة للعضلة بتاعته بتبقى ديت برضو من الأسباب الأساسية، خاصة إذا كانت عضلية. أنا وزمايلي اجتهدنا شويتين وجبنا إحصائية للعيبة اللي اتعورت في النادي الأهلي في موسم 21-22، فلقيت إن عمار حمدي قطع في الرباط الصليبي، دي إصابة زي ما قلنا كده هوت اوتار واربطه، واتعور فيها على ملعب الكريكت بمدينه زايد الرياضيه في معسكر الفرقه في ابو ظبي. ادي واحد. عمرو السوليه تمزق في العضله الخلفيه، اتعور في استاد السلام على ملعب استاد السلام في ماتش الاهلي والجونه. ومحمد شريف تمزق في العضله الضمه وعلى استاد القاهرة في ماتش الزمالك في نهائي كاس مصر. طاهر محمد طاهر مزق في العضلة الخلفية في الدقايق الأولانية في ماتش فيوتشر على ملعب السلام. أحمد نبيل كوكا تمزق في العضلة الخلفية أثناء التدريبات يعني على مختار التتش. محمد عبد المنعم شد في العضلة الخلفية على استاد السلام في ماتش الاهلي والجونه. صلاح محسن شد في العضله الخلفيه على استاد المقاولين العرب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر في ماتش الاهلي والمقاولين. احمد عبد القادر في نفس الماتش في الدقيقه 8 شد في العضله الخلفيه برضه في ماتش الاهلي والمقاولين على استاد الجبل الاخضر. يعني عندي كمان زياد طارق شد في العضله الخلفيه، الشحات حسين الشحات قطع فيه غضروف الركبه. يبقى اذا الملاعب اهو اللي اتعور عليها لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اتعورت على مختار التتش. طب يا سيدي مختار التتش وحش، ده المقاولين العرب كمان، المقاولين العرب وحش، السلام كمان السلام وحش، استاد القاهره كمان استاد القاهره وحش، الله ده ابو ظبي كمان. لا مش ممكن، مش ممكن كل الملاعب وحشه، لازم الناس تبقى عارفه ان في احمال تدريبيه غلط بتتاخد للاعيبه النادي الاهلي هي اللي مسببه لهم الاصابات دي، لان القاسم المشترك في الاصابات كلها اللي انا اتكلمت مع حضراتكم فيها دي هي اصابات ايه؟ عضليه. الاصابات العظميه مفيش تقريبا نتيجه الاحتكاكات،
واحد دخل فيك دخله جامده ضربك في قصبه رجليك مش عارف عمل لك كسر في ايه شرخ في ايه، مفيش الحمد لله الكلام ده خالص. والاصابات بتاعت الاربطه هو عمار حمدي وحسين الشحات، انما الباقي كله كل المستشفى عضل، كل المستشفى عضل. يبقى يا اما احمال يا اما استشفاء، يا اما احمال يا اما استشفاء، يا اما اللعيبه ديت سلوكها بره الملعب ممكن ناس بتسهر، ممكن ناس بتسوق العربيه كتير، ممكن ناس بتلعب كوره بره، ممكن ناس بتتمرن تمرينات خاصه في جيمات بره بدون علم الجهاز الفني او حتى بعلم الجهاز الفني، بس مفيش تنسيق ما بين المدرب دوت والمدرب ده. ده السبب الاساسي اللي احنا شفناه واللي بنتكلم فيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم حاجه مفيده. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.